مساء الخير، يا مساء الأنوار، يا مساء كل حاجة حلوة على الشباب اللي دايما بيبقوا موجودين معانا كل يوم حد من الساعة 6 للساعة 7 على الهوا. وشباب حكاية، في كل مرة في شباب حكاية بنحب يبقى عندنا حكايات، وبنحب نقول النماذج الحلوة من الشباب اللي طول الوقت بنتشرف كده وبنحس اننا مبسوطين واحنا بنتكلم عليهم. النهاردة احنا معانا نموذج لشاب نجح جدا جدا جدا، بس وانا بنتكلم معاه النهارده وانا بتكلم معاه النهارده عايز اعرف منه، كان مثلا في حد مثل اعلى ليه، كان بيبص على حاجه معينه عايز يوصل لها؟ لانه اللي مخليني اركز قوي في موضوع المثل الاعلى ده انه ناس كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت كانت بتتكلم في موضوع المثل الاعلى. طب ما نرجع ونقول زي ما قلت لكم قبل كده مليون مره، ما نخلي مثلنا الاعلى نفسنا. انا عايزة اوصل لفين او انا عايزة ابقى ازاي؟ خلينا نبقى طبعا في ناس بالنسبة لنا قدوة، بس ما يبقوش النماذج اللي طول الوقت بنقلدها، وما يبقوش النماذج اللي طول الوقت عايزة ابقى كوبي منها او ابقى نسخة منها. ليه مش المفروض نبقى نسخ من حد؟ لانه لو احنا بقينا نسخ من ناس كتير مش هنبقى مميزين في حاجة. المثل الأعلى والقدوة حاجة جميلة وحاجة هايلة، بس الفكرة كلها إنه خلينا نقف قدام نفسنا ونبص إحنا وصلنا لغاية فين وعايزة أوصل لفين، واللي أنا عملته غلط كان إيه بالظبط علشان أعرف أتقدم عليه وأعرف ما أعملش الغلط ده تاني. علشان كده في مجال شغلنا، لو انت عندك مشروع، لو انت موظف، لو انت ايا كان، لو انت عندك حاجة ربنا مديها لك كده زي النموذج اللي معانا النهاردة، لازم تبقى مميز فيها. النموذج اللي معانا بقى النهاردة ده شاب الحقيقة انه يعني لما هو نفسه شوف يعني بعت لنا السي في بتاعه وحسينا اننا لازم يبقى معانا، مش لانه عمل حاجات كتير مثلا او الحاجات اللي عملها يعني بصمه كده في كل حاجه في كل حته هو عملها، لكن كمان علشان محتاجه النهارده اعرف منه هو ايه اللي خلاه يعمل ده رغم انه في مليون حاجه وقفت قدامه. ايه اللي خلاه يصر على انه يوصل للجزئية دي ولسه هو قدامه كمان مشوار طويل ولسه عايز يعمل اكتر منه مليون مرة رغم انه اكيد في احباطات كتيرة جدا جدا حصلت له في حياته. النماذج دي لازم نتكلم عنها النهاردة. النموذج اللي بتكلم عليه ده ابانوب مرجان. ابانوب مرجان ده اللي عمل برنامج الفرنجة بتاع احمد فهمي وهشام مجدي وشيكو، طبعا البرنامج ده مشهور جدا، كمان اشتغل مذيع في الراديو، اخد جوائز كتير في الجزئية دي، مش عايزة احرق تفاصيله لانه هو محتاج يحكي عن نفسه النهارده اكتر ونعرف منه ازاي وصل للجزئيه دي. في بقى النهارده كمان موضوع مهم جدا 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 لابعد الحدود، انتوا اللي اخترتوا اننا نتكلم فيه، موضوع القروض. موضوع القروض ناس كتير جدا جدا بقى لها فتره بتطلبه. ايه اللي يخلي القرض يبقى متسهل عليا كشاب؟ طب ايه اللي يخلي القرض ده يحل مشكله؟ من وجهه نظر بعض الشباب قالوا انه القروض مش بتحل مشاكل، بالعكس القروض بتبقى مشكلة كبيرة في السداد. لو انا عندي مشروع معين ازاي اعرف اعمل دراسة جدوى علشان اعرف اسدد المديونية اللي عليا من خلال القرض ده؟ طيب ايه المفروض ان انا اقدمه لاي بنك من البنوك علشان اعرف اخد القرض اللي انا عايزاه؟ ايه افضل انواع القروض؟ ايه الاجراءات المفروض اني اعملها علشان اعرف اوصل القرض اللي انا عايزاه؟ ايه الضمانات اللي البنك بيعوزها؟ بصوا مليون سؤال اتسأل لنا لما بس قلنا ان احنا هنتكلم في موضوع القروض. فانت كمان لو عندك اي سؤال او انت كمان لو عندك اي سؤال كلمونا النهارده، هنبقى معاكم طبعا زي كل حلقه من حلقات شباب حكايه على الهوا لمده ساعه
من دلوقتي. انا هخرج معاكم لفاصل لانه مش عايزه الوقت يعدي كتير في المقدمه، انا عايزه نتكلم اكتر مع النماذج او مع النموذج اللي موجود معانا، كمان عايزه اخد وقت كافي نتكلم فيه عن القروض، فخلوني اخرج معاكم لفاصل اول في الحلقه النهارده ونرجع مع اول الفقرات في اليوم النهارده، فاستنوني بعد الفاصل. في ساحة الحرم اليوناني بوسط القاهرة أقيمت فعاليات الملتقى الدولي لمبدأ المنصات الرقمية Uncover، والذي أتى تحت شعار إفريقيا في القلب، وتنوعت المشاركة فيه ما بين خبراء ومتحدثين ومدربين وورش عمل وشركات محلية وعالمية من أجل أن يخرج هذا الحدث بشكل مثمر للشباب. أنا النهاردة هتكلم عن تجميع وتحليل البيانات بشكل يساعد على حط خطة استراتيجية لأي عمل هتعمله على كمنصة رقمية أو whatever. دوت ملخص اللي أنا هتكلم عليه. طبعا البيانات لها أنواع كتيرة قوي، ففي بيانات أنا ممكن ألمها بشكل يدوي أو بلمها بشكل برامجي، أو إن أنا بيبقى عندي منصة بتاعتي فعندي بياناتي شخص، بيانات المنصة ذات نفسها، فازاي ان انا هاخد البيانات ديت واحللها واطلع منها انسايتس، الانسايتس ديت تخليني اقدر احط خطه صحيحه. الموضوع ببساطه شديده ان 70% من المجتمع بتاعنا او تعداد الوطن العربي 420 مليون في الايج رينج او في المرحله السنيه بتاعه اقل من 40 سنه. الناس دي بطلت تتفرج على التلفزيون، ما بتتفرجش على التلفزيون انيمور، فبيتفرجوا دايما على حاجات ديجيتال. مشكلة الفيديو الديجيتال انه في انتاج كتير جدا بس مش بيوصل للناس، لانك انت في ناس كتير قوي بتعمل محتوى، لما بيعمل المحتوى ده بيحطه او بيابلوده لواحدة منصة فري، لازم يتعمل له ماركتينج جامد جدا عشان الناس توصل له تعرفوا، لان ده مش زي التلفزيون، مش هفتح التلفزيون فانا حاجه هتجي لي، لا انا لازم ادور عليها، لو انا مش عارفها فمش هقدر ادور عليها، سواء على فيسبوك او على يوتيوب او على اي من المنصات المتاحه دلوقتي كسوشيال ميديا او الانستغرام. الحل بتاعها هو ان ابتدي اعمل محتوى، المحتوى دوت له تمويل وله دخل. الدخل ده بيجي منين؟ من حاجتين، يا اما ناس بتتفرج عليه، المحتوى ده كويس قوي فوصل للناس والناس ابتدت تطلبه فبتتفرج عليه فبيجي لي دخل، او ان المحتوى ده من الاصل مصمم ان هو يبقى براندد كونتنت او محتوى له في لماركه معينه او لبرودكت بليسمنت. فده الشكلين اللي هو بيخلوا المحتوى يوصل للناس ويتعرف ويدخل دخل للشخص اللي بيخلق المحتوى علشان يكمل رحلته في دخل في خلق المحتوى، غير كده هيعمل مره واثنين وثلاثه وخلاص وهيبطل. انا النهارده هتكلم مينلي على الديجيتال ماركتنج وازاي نربط ما بين البراند والانفلونس ككاستمر، ازاي اعلي الكاستمر فيو للبراند بتاعي، وازاي اعمل انتراكت ما بين الكاستمر وما بين البراند واخلي العميل دايما يبقى كونكت بيا افري داي، مش بس يبقى كونكت بيا ان هو يشتري برودكت وبس، لا يبقى كونكتد بيا واركز معاه بعد ما حتى يشتري برودكت والدنيا تبقى بعد ما بيشتري برودكت يشوف ازاي خدمه ما بعد البيع والسيرفيس عن طريق الديجيتال ماركتنج ازاي تديها للكاستمر فيبقى في كونكتد ما بينك وما بينه. الملتقى وفر فرصه للمبدعين والمواهب لعرض التجربه التي خاضوها، وكذلك أتاح للعلامات التجارية والمعلنين عرض منتجاتهم، والهدف هو إشراك أصحاب المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبرات أصحاب الصناعة الرقمية في مكان واحد. مهم جدا، أغلب الناس بقت بتستخدم الفيسبوك والإنستغرام، فبيبقى أسهل كتير جدا للناس، بلس إن هو كمان بيبقى مش محتاج ان انت تدفع فيه فلوس، فكل الناس هو مجانا لكل الناس، فعليه ناس كتير جدا يعني، واسهل واسرع دلوقتي، اي حاجه بتنزل على الفيسبوك خلاص كل الناس بتلاقيها شير. عرفت Uncover عن طريق السوشيال ميديا، الايفنت طبعا كل اصحابي بيتابعوه وفي جزء منهم حاضر هنا الايفنت النهارده. بالنسبه لي Uncover لان انا دلوقتي بحضر لبرنامج خاص بيا على السوشيال ميديا، Uncover ان انا اكون موجوده فيه، وجود خصوصا مجموعه من الشباب اللي ابتدت اصلا خطوه انها على السوشيال ميديا وقدرت توصل لمجموعه من الشباب على السوشيال ميديا.
السوشيال، وان هم يكونوا النهارده هيكون كسبيكر، وان هم يكلمونا ازاي ابتدوا والخطوات اللي حفزتهم وازاي يشتغلوا على نفسهم وازاي قدروا يطوروا ويوصلوا لاكبر عدد من الشباب على السوشيال. ده بالنسبه لي محتاجه ان انا اعرفه، اخد اكسبيرينس منهم النهارده. ده جزء الثاني، فكره اللي انت تبقى موجود مش معنى ان هي منصه مفتوحه لاي حد يقدر يطلع ويقول رايه معناه اللي انت تقول اي كلام، لا بالعكس. انا شايفه ده رايي لان انا كمان خريجه اعلام، ان الاعلام مسؤوليه. فكره اللي انت تبقى حريص وتحترم الكلمه اللي انت بتقولها، بتحترم جمهورك، لان في الاول وفي الاخر انت بتبني لنفسك جمهور ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه، وده بيبني في الاول وفي الاخر على مبادئك انت الشخص. يهدف الملتقى في المقام الاول الى احداث حاله من الحراك الثقافي والعلمي في مجال التكنولوجيا الرقميه عن طريق احتكاك الخبرات المتنوعه من خلال ورش ومحاضرات وانشطه وفعاليات علميه وترفيهيه. كلام كتير جدا اتقال النهارده عن السوشيال ميديا وعن صناعه المحتوى عبر المنصات الرقميه في ايفنت موجود فيه عدد كبير من صناع المحتوى في الوطن العربي، الناس اللي بيصنعوا محتوى هادف وجذاب وفي نفس الوقت يوفر دخل. عشان كده ايفنت النهارده مهم لكل الشباب اللي بيفكر يصنع محتوى على السوشيال ميديا. ويمكن الملتقى اللي احنا موجودين فيه، الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقميه، هو يعتبر اول ملتقى في الشرق الاوسط ويمكن في افريقيا كلها للمبدعين اللي بيصنعوا محتوى جذاب على السوشيال ميديا او على اي واحده من منصات التواصل الاجتماعي. من الجريد كامبس بباب اللوق، فريد ادوار، سي تي في. بشكرك فريد على التقرير، وبشكر طبعا كل الشباب اللي كانوا موجودين في التقرير ده. وفعلا موضوع مهم جدا، موضوع المحتوى على السوشيال ميديا، لانه ده مهم جدا كمان في كل ما يخص الشباب. قبل ما نبدا الفقره دلوقتي عن القروض، خليني اقرا بعض الرسائل جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك. جات لنا مسج بتقول: صباح الخير، انا عبد الملاك من سوهاج، مقيم في الكويت، عندي مجموعه اختراعات من 10 سنين، خايف من السرقه علشان مرة من 9 سنين عملت طلب حصول على براءة اختراع، ولغاية دلوقتي بيقولوا لسه ما جاتش اللجنة اللي تفحص الطلبات، وانا حاسس انه في تلاعب وسرقة. عاوز احد من اسرة الدكتور ثروت باسيلي اهل يكون اهل الثقة بيساعدني. انا نادر لربنا انه نص العائد من الاختراعات للكنيسة والنص التاني ليا انا، واللي هيكون شريك معايا ويساعدني رجاء الرد بالرسالة او اتصال فقط وليس عبر التلفزيون. طيب بص، احنا هيبقى معانا في حلقة من حلقاتنا قريب جدا جدا هنتكلم عن حقوق الاختراعات والمخترعين، ازاي تحافظ على حقك كمخترع، وازاي تعرف توصل لبراءة الاختراع. يعني فكرة انه انت بتقول حد يكون اهل للثقة من اسرة دكتور ثروت باسيلي، هو طبعا كلهم اهلين بالثقة، ولكن الحقيقة يعني خلينا نمشي الاول في السكة بتاعت ان احنا نقول لك انت مفروض تعمل ايه، لان انت بتقول انك قاعد بقالك سنين في الكويت، فمفروض يبقى انت متابع الدنيا هنا بتحصل فيها ايه، مش بس يبقى في حد بيساعدك، لكن انت لازم يبقى عندك حاجات بتعملها بنفسك علشان تحس في الاخر ان انت عملت حاجة، مش فكر انك بتسأل وخلاص، لازم يبقى في شوية حاجات بتتعمل، وده اللي طول الوقت بنقوله للشباب. علشان ما طولش عليكم، هيبقى معانا حلقة من حلقاتنا في شباب حكاية نتكلم عن الموضوع ده. نتكلم بقى في قروض الشباب. طبعا بيسعدني بيشرفني جدا يكون معايا دلوقتي دكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، منورنا. اهلا وسهلا. بدايه كده، القرض سكه او طريق كل الشباب تقريبا بيفكروا يعملوها، بس بيخافوا ياخدوا الخطوه دي، بيخافوا بقى لاسباب كتير، بيقولوا ممكن ما سددش، ممكن ما اقدرش، ممكن مشروع يفشل، حاجات كتير. خليني كده في البدايه اعرف ازاي القرض ممكن يبقى فعلا حل جازم لاي مشكله بتقابل اي شاب. تمام. طبعا الدوله بتدعم بشكل غير مسبوق الشباب فيما يخص المشروعات الصغيره، عشان كده عملت الناحية التمويلية اللي هي 200 مليار بتضخ 200 مليار جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي. طبعا أي مشروع ليه ثلاث نواحي. الناحية الأولى اللي هي إيه؟ النشاط المشروع اللي هو يجمع بيانات عن المشروع. بعد كده الناحية الفنية. الناحية الفنية دي عبارة عن إيه؟ يشوف الحاجات اللي هي الفنية، مثلا هيجيب آلة صباغة، أي حاجة. بعد كده الناحية المالية اللي هي التمويل.
طبعا عشان القرض يكون ناجح لازم انا كمقترض، لازم انا كمقترض من البنك احدد اولوياتي. المكان، اعمل اساسا دراسه جدوى عن المشروع اللي انا هعمله قبل اي حاجه. التمويل ده جزء اساسي من المشروع، بس مش هو كل حاجه. انا مثلا عايز اعمل، بس ممكن يبقى خطوه اولى بس لازم انا اكون عندي الناحيه الفنيه. الناحيه مثلا بعمل مثلا مصنع صباغه مثلا، غزل ونسيج وصباغه، لازم ابقى انا عارف في الاساس الفنيات بتاعه المشروع ايه والالات والعدد. اما الناحيه التمويليه بقى دي بتبقى على البنك، فلازم هو يكون عنده حد ادنى من الاصول. طبعا في شروط للقرض، دايما الشباب بتشتكي ان الاوراق كتيره. طبعا القرض بتاع المبادره البنك المركزي الفائده 5%. طبعا دي طبعا فائده 5% متناقصه. طبعا الفائده في السوق اللي بره من 20 ل 24%. فطبعا اللي بياخد قرض زي ده لازم البنك يتحقق ويتثبت ان انت ماشي باجراءات سليمه. بس انا اسمع يا دكتور انه مش كل القروض او مش كل المشاريع بتنفع يتعمل معاها قرض البنك المركزي بفائده 5%، يعني في بعض الحاجات اللي ينفع وفي بعض الحاجات اللي ما تنفعش. هي الانشطه التجاريه اتوقفت من اول من 17/1 اللي فات، لانها تجاوزت 40% من الايه، من اموال المبادره. يعني اي مشروع تجاري ما ياخدش القرض بتاع البنك المركزي. كان بياخد الاول بس تجاوزت 40%، لان هو الاساس النشاط الصناعي والزراعي تمام والخدمي والطاقه المتجدده. طبعا لان النشاط الصناعي ده بيخلق لي سلعة جديدة، منتج جديد. تمام. يعني مثلا التجاري برضو البنك المركزي لقى ان هو اساسا ما بيفيدش البلد كتير. التجاري ده مش حاجة زي مثلا التوريدات؟ لا التجاري ده مثلا بجيب سلع وبيعها، بجيب سلع من تركيا مثلا استيراد او غيرها، بحمل البلد وبيعها. طب وايه الوحش في ده؟ هو مش وحش بس ما يبقاش هو خد يعني استحوذ على 40%. تمام. فعايزين نخصص الباقي للنشاط الصناعي والنشاط الخدمي. هو يعني عايز يركز اكتر، بالظبط عايز يركز اكتر في انه الشباب ينتج. يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا يبقى فيه مثلا واحد عامل مصنع للدعامات الطبيه. احنا بنستورد الدعامات الطبيه دي، فما يبقى فيه مصنع للدعامات الطبيه ديت، انت هتوفر عندي تدفقات نقديه بالعمله الصعبه خارجه، فده بيوفر لي عمله وبيجي بمنتج جديد. انما النشاط التجاري تجاره بحته، بيجيب سلع ويبيعها. طبعا توزيعه كده، بس النشاط الصناعي والزراعي والطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه ده بيدعمها بفائده 5%. في مشروعات تانية غير المبادره دي سريعه بس فائدتها اعلى، دي بتخلص على طول. انت وصل مرافق سواء، حضرتك تقصد انه في قروض تانية؟ في قروض قروض تانية بس فائدتها اعلى، انما المبادره فائدتها 5% متناقصه. عشان كده لازم فيها بعض الشروط اللي هي المستندات، اللي هي يكون في رخصه نشاط، في سجل تجاري، في ميزانيه، في بطاقه ضريبيه، فيه بس موقف الضريبي بتاعه. أيوة. اللي هو شغال. شهاده افلاس برضو، اي سكور للنشاط، كل الحاجات ديت عشان معلش تاني نقولهم كده بالراحه للشباب اللي بيشوفونا دلوقتي، عشان الشاب يوصل لقرض رخصه نشاط مبادره البنك او مبادره البنك المركزي بفائده 5% متناقصه. اولا هي بتبقى مش للمشروعات او مش للحاجات التجاريه، هي بتبقى للصناعيه من اول واحد اللي فات، كان قبل كده كانت للتجاريه وكله. لا خلينا نتكلم في حاليا، من دلوقتي بقت للصناعي والزراعي والطاقه المتجدده والخدميه. تمام. يبقى دي كده ايه الحاجات، اختصاصات قرض بنك مركزي. المبادرة. تمام. طيب حاجة تانية بقى، الشروط، الحاجات او الاجراءات والورق اللي المفروض انه اي شاب بيعمل المبادرة دي او بيعمل القرض ده يبقى معاه، هو ايه بالظبط؟ رخصة النشاط. سجل تجاري. طبعا سجل تجاري كان الاول بيقول سجل تجاري ما تعرفش سنتين، دلوقتي بيقول سجل تجاري وخلاص، لو حتى مستغرق دلوقتي سجل تجاري. الموقف من الضرايب، بطاقة ضريبية، وصل مرافق ما يكونش عدى عليه 3 شهور، عقد ايجار او تمليك للنشاط. طبعا دي كل الاوراق وشهاده افلاس من الشركه. رخصه النشاط دي بتطلع بسهوله؟ لا بسهوله طبعا. بسهوله، انت عندك نشاط لازم ترخصه، لان انا كدوله بديك قرض مش لازم اعرف انه مرخص. طب ما افرض انا لسه ما بداتش النشاط عشان كده باخد القرض عشان اعرف اقومه، هجيب الرخصه ازاي؟ لا ما لازم يبقى في نشاط قائم. مثلا البنك بيساهم بجزء، دايما المقترض لما يجي ياخد فلوس ما ياخدش قد، ياخد 10% من اصوله. طب بس انا هحط نفسي مكان الشباب. تمام. شباب دلوقتي ما عملش حاجه،
وعايز يبدا مشروع، وده اللي احنا بنتكلم عنه من البدايه خالص، بيعمل رخصه نشاط. بيعمل رخصه، هيعمل رخصه نشاط ازاي هو مش بيمارس لسه نشاط؟ يعني دكتور الفكره في انه انا بعمل قرض علشان ابدا نشاط، لكن البنك ده بيطالبني ان يبقى عندي النشاط وبزود بس الفلوس من البنك من القرض. ما هو ده الصح. ده الصح ان يبقى في نشاط موجود اساسا وانا اديلك، لكن انت ما تعتمدش على البنك انه يعمل لك النشاط. المفروض البنك بيدعم النشاط، يعني بيديك تمويل، ومفروض انا المفروض التمويل في الاصول الماليه ما يزيدش عن 10% من اصولي. يعني مثلا راس المال بالاصول بتاعتي 100,000 جنيه، اخد 10 اخد 20، ما يزيدش عن كده عشان دي تكلفه. طب هو ده الشروط او الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ للمبادرة. للمبادره بس. لكن اي قرض من اي بنك تاني مش بيشترط الكلام ده كله. فائدته عاليه بس شروطه ميسره. بيعمل ايه؟ بيجيب مش شرط بطاقه ضريبيه ولا شرط سجل تجاري. كل اللي بيجيبه يجيب اساسا عقد بتاع المقر اللي هو فيه، ووصل مرافق، وضامن بيضمنه، وبيمضي على وصل المرافق وبياخد القرض على طول. من 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 10,000 لحد 200,000. الفايده توصل ل 20%. دي مش متناقصه. لا، ما هي 20% يعتبر ايه كامل، يعني هي 13 بتوصل ل 20 انها مركبه. لكن القرض المبادره ده طبعا له شويه شروط. طب هو قرض المبادره ده على كام سنه تسديد؟ 3 سنين، 3 شهور الاولانيين سماح، تمام، بعد كده 33 شهر. تمام. والقروض العاديه من البنوك الثانيه بتبقى السداد من قد ايه لقد ايه؟ في من سنه، في من 6 شهور لحد برده 3 سنين، وبرده سن المقترض من 21 سنه لحد 65. طبعا المفروض يبقى 60، بس الدوله عشان تشجع ادت ل 65، يعني القرض ينتهي وانا سني عندي 65. بمعنى ان انا لو جت خدت قرض وانا عندي 63 سنه يبقى هيبقى سنتين بس. يبقى عند 65 سنه يكون القرض انتهى. من سن 21 ل 65. طبعا سن 21 عشان خاطر ايه ده القانون. ما ينفعش واحد قال ما بلاش سن رشد ياخد. طبعا في العاده ان سن 60 ينتهي، لكن الدوله عشان بتدعم المشروعات الصغيره خلتها ايه 65. طب حضرتك كنت لسه بتقول لنا انه المبادره ليها شروط. شروط اللي هي؟ هي شروط ورق بس. بس. والمشروع نفسه. والسن طبعا. ولا والسن السن والمشروع والجدوى بتاع المشروع. يعني مثلا واحد مثلا بيعمل مثلا دعامات طبيه زي ما قلت لك، الدوله بتدعمه لان ده بتخفض الاستيراد، لان دي سلع بتحل محل الواردات. فبتفيد الدوله، لان المشروع الصغير ده او احنا بنشجع القطاع الخاص، الدوله بتشجع القطاع الخاص ليه؟ لان اساسا له توجه اجتماعي. ان انا بقطع البطاله. الحاجه الثانيه توجه اقتصادي. ان انا اساسا كل خط انتاج بيزيد بيجيب لي منتج ثاني. فالدوله بتستفاد والمقترض بيستفيد. طيب هو المبادره بتاعت البنك المركزي دي يا دكتور بس بياخدها اي شخص من اي بنك، ولا في اماكن ثانيه ممكن تتعامل مع المشروعات؟ للقطاع المصرفي. لازم البنوك. لكن اللي هي يعني مثلا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، هل ممكن انها تساعد في قرض او مبادره البنك المركزي طبعاً مثلا؟ طبعا جهاز تنميه المشروعات الصغيره ده اساسا الدوله بتدعمه، حتى كان بقى فيه تعديل بالقانون 45 ل 2018 اللي معدل القانون 947 ل 2017، ان هو بقى شخصيه اعتباريه. هو له شخصيه اعتباريه وتابع لرئيس مجلس الوزراء، اي مشاكل بتخص المشروعات الصغيره هي ممكن يلجأوا لها، بس هي ما بتديش مشروع، هي بتوزع على البنوك، لان البنك ده هو الجهه للتصريف. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على تقريبا انواع القروض. في قروض ميسره بس فائدتها عاليه. قروض المبادره، قروض المبادره برضه هقول لحضرتك ان هي لحد 2018 اخر 2018 كانت 115 مليار ونص، لحد دلوقتي تجاوزت 120 مليار. طبعا المبادره 200 مليار، يعني في 120 مليار انصرفوا. يعني في ناس بتصرف، ما فيش في صعوبه ولا حاجه، بس الصعوبه ان المشروع يبقى المشروع يكون اساسا في هذا الاطار، مشروع مثلا صناعي، مشروع زراعي، خدمي. الدوله ممكن تدعم مثلا مخبز في بلد في قريه نائيه، ده خدمي، بس الدوله عايزه تدي فبتديك نشاط ده. انما واحد مثلا جاي عشان خاطر يتاجر في العقارات، لا، الدوله ما بتدعمش حاجه زي دي، هتديك 5% ليه؟ لازم تدي القرض لحاجه نفعه، انت تجيب منفعه للبلد، تقضي على البطاله
ولها توجه اقتصادي اخر. ما هو مش بنتكلم بس في العقارات، يعني الموضوع المشاريع التجاريه دكتور مش بس بتتكلم في العقارات، في مليون الف تجاره ممكن تبقى نافعه للبلد. فالشباب لانه غالبا التجاره مش بتبقى محتاجه خبره كبيره قوي زي الصناعه، لانه علشان انا برضو ادخل في مشروع صناعي عشان اعمل مصنع علشان اجيب مكان معين علشان اعرف اسوق الحاجات اللي بنتجها دي مش هيبقى سهل قوي على ناس ما عندهمش لسه خبره في بدايه الطريق. فاعتقد بتبقى المشاريع التجاريه اسهل كتير بالنسبه للشباب كتير. عشان كده خدت جزء كبير، خدت جزء كبير 40%. فعشان كده من اول من 17 واحد اللي فات الشهر السنه العام الجاري بدا ايقاف المشروعات التجاريه الا اللي خدت موافقه، لكن كله دلوقتي مشروع صناعي. طبعا مشروع صناعي مش صناعي بالمعنى الصناعي اللي هو الات، يعني مثلا بذره القطن مثلا، استخراج العلف من قشر البيض، في حاجات صناعات تانية صغيره، تعليب مثلا التمر والبلح الجاف، ده صناعه مش شرط صناعه اللي هي الات ثقيله، يعني ان هي صناعه تحويليه. طب هي كل المشاريع بتوافق عليها؟ مش كله بيتوافق عليها. يعني لو انا دلوقتي شاب مستوفي كل الشروط والاوراق والاجراءات اللي مطلوبه مني من البنك المركزي عشان اخد المبادره، بس البنك بيدرس المشروع لان البنك هيدي فلوس. على اساس ايه يرفض وعلى اساس ايه يقبل؟ يعني مثلا في واحد مثلا راجل مقاول وبياخد الفلوس مثلا عشان خاطر يسقع بيها اراضي، طب انا اديله ليه؟ ما برضه في مش كل واحد هيتقدم هياخد. انما واحد بيعمل مشروع مثلا ايه زي المشروعات اللي قلتها حضرتك، بذره قطن مش عارف ايه، ده مشروع اساسا بيشغل عماله. طبعا حضرتك عارفه ان كل خط انتاج بيزيد، كل مطعم بيجي فيه ترابيزه جديده بتشغل الدوله، في نمو اقتصادي. الراجل اللي باع للترابيزه ده هيكسب وهيدفع ضريبه، الراجل اللي هيقعد على الاكل في كل الدوره بتشغل، بس يكون مشروع من اللي بتدعمه الدوله. طيب طبعا معظم المشروعات بتدعمها الدوله، بس في مشروعات فئه بسيطه مش داخله الاطار. تمام. طيب انا دلوقتي خلاص يعني استوفيت الشروط المطلوبه مني، استوفيت الاوراق، اخترت القرض المناسب ليا، بس مش عارفه هعرف اسدد ولا لا. بمعنى اني اوقات كتير ما ببقاش عارفه انا هعرف اعمل دراسه الجدوى للمشروع بتاعي. تمام. علشان اعرف اسدد المديونيه بتاعه القرض ولا مش هقدر، هل هقدر اسدد ولا هيبقى في عجز الى حد ما في شهر من الشهور ومش هكسب. فكره دراسه الجدوى لاي مشروع صغير او كبير مهمه جدا. طبعا احنا كشباب ازاي نعرف نعمل دراسه الجدوى دي؟ هو طبعا في مكاتب بتعمل، بيبقى مشروع كبير شويه مكاتب بتعمل دراسه جدوى، انما ممكن في دراسه جدوى المشروع صغير مش محتاجه حاجه. يعني مثلا على سبيل المثال انا بعمل وجبات سريعه في مكان معين، انا وانا كراجل هفتح نشاط ببقى عارف الفئه المستهدفه ايه. انا جنب مدارس وجامعات، يبقى الفئة المستهدفة بتاعتي المدرسة والجامعات، هبقى عارف ان في فترة الاجازة مفيش بيع، هبقى عارف ان في منافسين جنبي، هدرس الحاجات دي. مدرسة الجدوى ان ادرس المشاركين في النشاط جنبي، ان كان في مثلا مطعم جنبي، في اساسا انا المنتج ده موجه لمين، دي كلها لازم دراسة الجدوى. اما لو في مثلا مشروع كبير صناعي وبيوزع تسويق ناحية تسويقية، لازم بقى في اماكن بتروح تعمل دراسة جدوى، يشوف الايرادات المتوقعه للمشروع. طبعا الايراد غير الربح، الايراد اللي هي كل الاموال الحاجات اللي هتجي لي، الدخل اللي هيجي لي، اما صفر الربح اللي هو الفرق بين الايرادات والمصروفات. بطلع الحاجات اللي انا صرفتها وبطلع كل شوف الخدمات حاجة. المرافق هدفع قد ايه، بشوف المكن اللي انا هجيبه بتكلفته قد ايه. دايما اي مشروع مكسبه بيبقى متقلص في السنوات الاولانيه، لان التكلفه بتبقى ثابته، التكلفه الثابته بتبقى عاليه. التكلفه الثابته اللي هي ايه؟ انا مثلا جبت مكن، جبت معدات، دفعت مرافق، جبت عداد، جبت حاجات من دي كلها بتتحمل على السنوات، بس اول سنه دي اساسا بتخصم بالايراد. فدايما المكسب بيبقى في الايه بعدها بفتره في السنه الثانيه. هو القرض بتاع المبادره قد ايه تقريبا، او يعني في حد ادنى وفي حد اقصى للقرض ده؟ هو القرض لحد 200 مليون. تمام. بس طبعا على حسب الايه دلوقتي الانشطه الصناعيه، بيشوف حجم اعمال الشركه. انت رايح تاخد قرض وليك شركه، بشوف ميزانيه او اتنين من بتوعك، بديك على حجم اعمالك. بديك على حجم اعمالك. يعني كمان الرقم اللي هيتاخد من القرض الخاص بمبادره مش انا اللي بحدده. مش بحدد، بس هو في حاجه، هو المفروض الفجوه التمويليه اللي انت محتاجها. في مشكله بقى يعني ايه الفجوه التمويليه؟ الفجوه التمويليه، في مشكله بقى في حاجه، مثلا على سبيل المثال انا محتاج ايه؟ انا محتاج قد ايه يمول لي؟ يعني انا جايب الات ب 600,000،
انا معايا 400000 جنيه، انا محتاج 200000 جنيه، اروح اخد 200000 جنيه بس. لكن المشكله ان المقترض احيانا بيروح للبنك يقول له انا عايز اخد كام، شوف لي اخد كام. لا ما ينفعش، لازم انا اغطي الفجوه التمويليه اللي هي الفرق بين ايه ايراداتي ومصروفاتي. فلان القرض ده مكلف يعني هدفع عليه فايده. تمام. كمان حاجه، لازم القرض ده يبقى في النشاط، لازم اتاكد انه في النشاط. ما ينفعش مثلا مقترض ياخد المبلغ ويجيب بيه سياره خاصه له او يتزوج منه، ما هو كده هيدفع وكده يخسر النشاط ويرجع يقول ايه القروض ديت مشكله. هو في حد بيراقب ده؟ يعني لو انا دلوقتي شاب من الشباب راح اخد قرض على اساس انه هيعمل نشاط وجاب الورق وجاب كل حاجه واخد القرض واخد جزء من القرض ده للنشاط بتاعه والباقي صرفه في حاجات شخصيه. هو البنك بدا كان في الاول، اول ما بدا كان بياخد المبلغ نقدا، فلو الناس بتاخد الفلوس ب 5% تحطها ب 20% في بنك تاني. طب انا بستاذنك هنكمل النقطه دي، بس هناخد التليفون ده معانا. جون من القاهره، الو. لا جون استاذنك تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون خالص. جون الو. ايوه بستأذنك يا جون تسمعني من التليفون وتقفل خالص التلفزيون او توطي. انا قابل، هو انا سامع الحديث من هنا ومن هنا. لا انا عايزاك من التليفون بس بعد اذنك. اوكي اشكرك. اتفضل انا معاك. اتفضلي. انا مش عارف يعني. الو. ايوه مساء الخير استاذ سالي. مساء الخير، اتفضل احنا معاك على الهواء. انا عندي ارض صناعيه ومحتاج قرض وهي مرخصه وعامل دراسه جدوى للمشروع. بس ينقصني قرض للبدايه. قرض من البدايه؟ يعني انا عندي الارض جاهزه ملكي. تمام. والارض مرخصه يعني في مكان مرخص صناعي. تمام. وعامل دراسة للمشروع دراسة كاملة. لكن انت ما بدأتش. وعملت اتصال مع، عملت كونتاكت مع المصنع في الصين على اساس اجيب المعدات. تمام. فأنا ببحث عن قرض ميسر، يعني قرض يكون معقول. انا بعمل حاجة صناعية. تمام، لكن انت من الأول ما عندكش، لسه ما بدأتش النشاط بتاعك، فما فيش رخصة نشاط. صح كده؟ لا انا لسه ما عملتش حاجه، ما انا مش عايز ابدا، يعني عايز ابدا ستيب باي ستيب، يعني ابقى مامن نفسي انا هعمل ايه. مش اعمل وبعدين اقف. تمام. طيب خلاص دكتور رمزي هيرد عليك، بشكرك على اتصالك. لا هو هي طبعا. دي النقطه اللي انا كنت بسال بقى حضرتك فيها، نفس الجزئيه دي. دي هتبقى مشكله كبيره جدا عند معظم الناس. ماشي، بس هو وعنده الارض وعنده احد مقومات المشروع، بس المشروع لسه ما تمش. طيب انا بدي مشروع ما بديش ارض. هو المفروض يبقى، هو يبدا يبقى في بدايه، يبقى في مشروع قائم له شخصيه اعتباريه. لكن هو دلوقتي طبعا الكلام ده فيما يخص مبادره البنك المركزي. لكن هو ممكن ياخد قرض استاذ جون من بنك عادي، يبقى قرض يعني ميسر عادي. برضه مش هياخد قرض عليها. مش هياخد الارض. لا الارض لا. الارض لا. لا مش هياخد ضمان. لا ما يبقاش ضمان. لا امال ايه الضمان؟ ما هو ما فيش مشروع اساسا على الارض دي. ما الارض لازم يبقى فيها مشروع. انا هقول المشروع اسمه ايه، هقول المشروع ايه، لازم له شخصيه اعتباريه. انا دي احد مقومات، يعني مثلا اصل شيء طبيعي. طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ يعني دلوقتي هو الشيء الطبيعي لازم نعرف ان الدوله بتدعم وبتساهم، ما بتنشئش، ما لا تنشئ مشروع. اللي بينشئ المشروع انا صاحب المشروع. ايوه دكتور، دي مشكله. ايوه انا مع حضرتك. احنا اللي بنعمل المشروع، ما فيش اي مشكله في ده. لكن عشان احنا نعمل مشروع، شباب صغيرين ما عندهمش دخل، الدوله ما مدتهمش او ما كانش في فرص عمل كافيه من الدوله تخليهم يبقى عندهم دخل ثابت، يبقى عندهم حاجه يدفعوا بيها بشكل مستمر الى ان يقوم المشروع ده. فايه الحل في وضع كتير جدا من الشباب؟ لانه احنا برضو كده بنتكلم في شركات قايمه ومصانع قايمه وناس رجال اعمال قايمين بس بياخدوا دعم من الدوله. لكن انا عايزه اتكلم في حته انه انا لسه ما بداتش ومش عارف ابدا، فالدوله عليها دور تجاهي انا شباب. ده هو كان الاول بيبقى مضى عليه سنه، المشروع مضى عليه سنه، فهم سهلوه بقى مشروع جديد. فهو الاستاذ جون ممكن يروح مثلا جهاز تنميه المشروعات الصغيره ويقدم دراسه الجدوى، وممكن يعملوا زي يوجهوا البنك يعملوا مشاركه معاه.
اللي هو جهاز تنميه المشروعات، المشروعات الصغيره. اوكي طب بس عايزينكم في الكنترول تنزلوا رقم جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر علشان يعرض عليها الجدوى والحاجات دي وغيره يعرف يتواصل معاهم. ده الجهاز الوحيد الى لحد ما هيعرف يحل المشاكل دي. يساعد. تمام. لكن البنك بيصرف طبقا لمقومات البنك المركزي، بيقول له اصرف كذا. تمام. طيب احنا اتكلمنا، بس انا قطعت كلام حضرتك في موضوع اللي كنا بنتكلم فيه دراسه الجدوى. يعني نكمله بس سريعا لانه الوقت بتاع الفقره للاسف خلص. دراسه الجدوى لازم انا ادرس الجدوى بتاعه المشروع بتاعي، اعرف الموردين اللي هاخد منهم، الجهاز التسويق هسوق لمين، كل ما يتعلق بالمشروع. دي من حيث النية. لازم برضو المقترض يبقى عنده خبرة في المجال اللي هو هيشتغل فيه. بمعنى واحد عنده خبرة في السيارات يفتح محل اكسسوارات سيارات، ما يعرفش يفتح مطعم. يبقى انت عندك مادة أولية، عندك خبرة أولية بالنشاط. ما ينفعش تقلد زميلك، ما ينفعش تقلد زميلك ان انت تفتح واحد عشان المشروع ده بيربح اعمل زيه. لازم ادرس اشوف السوق بتاعي، اشوف المنافسين. اي حد بيكسب من اي حاجه؟ لا طبعا ما ينفعش. كمان لا ما ينفعش داخله في المشروع. لا ما ينفعش. بس دايما باكد ان البنك بيدعم، تمام، مش بينشئ مشروعات. ايوه هي نقطه كان لازم نوضحها لكل الشباب اللي بيشوفونا. بشكرك شكر جزيل دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. شكر جزيل. شكرا. بعد الفاصل هيبقى معانا بنوب مرجان، خلينا نعرف القصه بدات معاه ازاي ونعرف وصل لفين ولسه عايز يعمل ايه بعد الفاصل. أليشا أوتيس: لا غنى أبدا عن المصعد الكهربائي في أي بناية، فهو من أهم الاختراعات التي تم اختراعها منذ عهد قديم. تعود فكرة المصاعد في الأبنية إلى أكثر من 2400 عام قبل الميلاد، منذ بناء الفراعنة للأهرامات، والتي كانت تعمل على الطاقة البشرية أو الطاقة الحيوانية. ولكن المصعد الحديث يعود إلى المخترع الأمريكي أليشا أوتيس. تعتبر حياة المخترع الأمريكي أليشا أوتيس مثيرة للإعجاب والاحترام. ولد في عام 1811 ميلادية بالولايات المتحدة الأمريكية. كان فقير الحال ويعاني من اعتلالات صحية، وأنشأ مطحنة قمح حولها لاحقاً إلى مصنع صغير لنشر الأخشاب، ثم حل ركود اقتصادي مما دفعه لغلق مصنعه المتواضع وعمل كموظف معمل. تطلب العمل في هذا المعمل رفع آلات كبيرة إلى الطوابق العليا، الأمر الذي يبدو صعبا عليه بسبب تدهور صحته العامة، حيث بات يفكر في حل لعدم خسارة وظيفته. فصمم أول مصعد، ولكن تم إيقافه عن العمل قبل أن ينتهي من تصميمه، وأسس أول معمل لصنع المصاعد. وفي عام 1853 ميلادية عرض أول مصعد للبيع بمبلغ 300 دولار أمريكي. وعند عرض أوتيس مصعده على الجمهور عام 1854 ميلادية انبهر الجميع بهذا الاختراع. أبانوب مرجان 26 سنة، كاتب ومؤلف، بس مش بس كده، هينو السي في بتاعه مليان. خليني بس أقول لكم شوية حاجات بسيطة جدا عنه. عمل برنامج الفرنجة مع أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، عمل برنامج ما يصحش كده، عمل كتاب، وعمل مسرحية حلمي حلمك، عمل مسرحية ساعة إلا ربع، عمل كمان أو كتب 160 مقال، وكتب 100 موضوع في مجلة 7 أيام، وكتب برنامج هاشتاج في راديو نغم اف ام، وكتب تقريبا حوالي يعني 10 ترانيم، وعمل اعلانات كتير. دلوقتي كمان بيحضر لكتاب بتاعه التاني، خد جايزة احسن مذيع راديو اونلاين في 2015 وجايزة اعلى نسبة استماع للموسم ده، وكان كمان مدير برامج راديو حريتنا لاربع مواسم. سي في محترم يا بنوب، يعني نورتنا.
ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. سي في لشاب عنده 26 سنه عمل فيه حاجات كتير، مش سهل ان حد يوصل لكل ده في السن الصغير. مش بقلل طبعا من سنك ولا حاجه، ولكن الحقيقه انه ناس كتير اكبر منك ب 10 و 15 سنه ومش عارفين يوصلوا للسن اللي انت وصلت له ده. عملت ده ازاي؟ عملت ده ازاي؟ مش كلام تنمية بشرية ولا حاجة، بس انا كنت عارف ان اعمل كده. يعني انا من وانا صغير وانا نفسي ابقى اخش مجال الاعلام والحاجات دي. مش هقرا ده انه غرور؟ لا خالص سيكو. بالعكس، لا مش غرور. يعني دخلت كلية دخلت كلية اعلام، ومن احنا عندنا في الكلية بندرس كل حاجة. يعني انا كنت اذاعة وتلفزيون، بس لازم ادرس اخراج ونقد وكتابة وتمثيل وكل الحاجات. فانا كنت مركز قوي في حتة الكتابة دي، ده الجزء اللي انا كنت مصدق. الجزء الثاني المهم اللي انا نفسي الناس تعرفه، ان انا في ناس كتير قوي ساعدتني في النص. ما دخلتش يعني صحافه؟ لا ليه؟ خدت انترو للصحافه. احنا في اول سنه بناخد انترو للثلاث حاجات، البي ار والصحافه والاذاعه والتلفزيون. ما انا خريجه الكليه. بس انا حسيت انه الصحافه مش عارف ما اقدرش اكتب خبر صحفي واقول انه صرح او اوضح والحاجات دي. لا انا كنت دايما عندي قصة مختلفة. انا عايز احكي، انا بحب الحكاية وبحب الحواديت، وحتة ان انت تكوني ستوري تيلر دي بتكون مهمة قوي لما اللي قدامك يقتنع باللي انت بتقوليه ويصدقه ويبتدي بناء عليه يتغير او يعمل فكر جديد. بص، بما اني خريجة نفس الكلية دي وناس كتير جدا في القناة معانا خريجين نفس الكلية، مش كل الناس اللي بيخرجوا من الكلية او غيرها من الكليات بينجحوا في المجال اللي درسوه. أوكي. يعني مش كل خريجين كليه اعلام جامعه القاهره قسم اذاعه وتلفزيون خرجوا بقوا ما اشتغلش اصلا. بالظبط. احنا دلوقتي معانا كمان صور اهي موجوده على الشاشه. ده كان اول موضوع عن الراهبات يتكتب في مصر. كنا في مجله سبع ايام ونزلنا كفر. يعني احنا ننزل كفر، ده كمان كانت حاجه انجاز. كان طبعا. يعني انجاز، وهم كمان اختاروا الصوره بتاعه الراهبه اللي كانت في حادثه البتروسيه. ايوه. وده كان عن الخلوة، ان محدش اتكلم عن الخلوة خالص في مصر. واحنا كمان لما كنا لسه بتكلم معاهم قبل الهواء، احنا ما ينفعش نكتب حاجة من على المكتب. يعني عشان اكتب عن الخلوة، انا روحت خلوة 3 ايام وكان لازم اوثق الحدث وارجع للهيد رايتر بتاعي اقول له ان انا دلوقتي بصلي الساعة 5 الصبح، وان احنا دلوقتي بنغسل الاطباق مكان الحقيقة اللي بتحصل، عشان هو كمان يوافق. يعني قبل ما انا انشرها انا لازم ارجع له هو واحكي له الحكايه، وبعدين هو لما يصدقها ويحس ان مكتوبه فيها مصنعيه نبتدي ننشرها. فعملنا الحاجات اللي هي في المجله، وده كان عن الاعتراف برضو. دول اربع حكايات عن ناس ما حدش اتكلم، يعني ما فيش اي حاجه برينتد توثق حته الاعتراف انه لسه لحد دلوقتي في مشاكل بيننا وبين ناس كتير. بص، ده اللي كنت لسه هكلمك فيه، انه انت يعني حتى اتجاهاتك في الكتابه الى حد كبير مختلفه، والأجزاء اللي بتتكلم فيها أو الأفكار والمحاور اللي بتكتب فيها برضو مختلفة عن ناس كتير. وده اللي كنت لسه بدأ كلام فيه، إنه مش أي حد خريج كلية معينة بيعرف يشتغل في الحتة بتاعته بشكل مناسب وشكل يعرف يدي فيه طول الوقت ويبقى نجم في حتته. أنت بقى يعني عليك دور كبير إنك عرفت توصل لده. طبعا الدراسة أثرت ده جدا وساعدتك في ده، ولكن انت بقى اللي عملت ايه؟ هو انا اللي فرق معايا اكتر حاجة فرقت معايا في المشوار ده كله، ان انا اشتغلت او اتمرنت من وانا في الجامعة. حلو. وكان عندي معظم الناس شايفة ان وقت الجامعة ده هو وقت للجامعة وبعد الجامعة يحلها حلال. لكن انا من وانا في سنة تانية انا كنت نزلت احدى القنوات، كنت مراسل. حلو. وبعدين قريت اعلان انه في عايزين مذيع في الراديو، وانا بقدم يعني 90% من اللي كانوا حواليا كانوا شايفين انه معلم محدش هيسمعك اصلا وانه ما تروحش ومش عارف ايه. وقدمت واتعمل لي اختبار صعب جدا عشان اعمل فقره. معروف الراديو اختباراته صعبه كتير. وكنت رايح عشان اعمل فقره، وكان اللي بيعمل لي البرنامج اصلا، اللي بيعمل لي الاختبار سوري، عنده مشكله ان اتخرج وتعالى. وانا كان طب اعمل لي الاختبار وانا هعديه. فعملنا الاختبار، الفقره بقت برنامج، البرنامج خد اعلى نسبه استماع لحد ما بقيت نائب مدير برامج، وقعدت مدير برامج اربع مواسم. فدي كان انا اللي فادني انه من وانا لسه في الكليه. في الكلية؟ ده وانا في الكليه. يعني انا من وانا في يعني نائب مدير برامج دي وانت في الكليه. وانا مدير البرامج كمان كنت وانا في الكليه. ودي كمان كانت يعني في اوقات كتير ما بعرفش اروح الكليه عشان عندي هوا في الراديو او العكس. طب بس ده معناه انه انت يعني في سنتين عملت ده. يعني انت رحت بدات تدريب في احدى القنوات وانت في سنه تانية.
صح كده. وبعدين وصلت ل راديو اونلاين. راديو اونلاين وبقيت مدير البرامج وانت في سنه رابعه او انت لسه مخلصتش الكليه؟ اتخرجت بقى يعني وانا في سنه رابعه بقيت مدير برامج، وبعدين اتخرجت كنت ستيل مدير برامج، وبعدين استمريت وبعدين خدت بقى لاين الكتابه انه انا عايز اكتب حاجات شويه بروفيشنال او حاجات تبتدي تعرف. قعدت اتنطط من مكان لمكان، ودي برده مشكله الناس بيقولوا صاحب بالين كذاب. ايوه صاحب بالين شاطر وصاحب ثلاثة مبدع وصاحب أربعة ما حصلش. أنا قعدت مع ناس أهل صنعة بيعرفوا يكتبوا، لكن إحنا طورنا إن إحنا أول حاجة عملناها أنا والورشة اللي دخلنا إن إحنا جبنا كل الحلقات القديمة وقررنا إن إحنا ما نعملش زيها. تمام. يعني دي كانت أول حاجة. ده في حد ذاته إضافة كبيرة على فكرة. ده في حد ذاته دي برضو المشكلة إنه أي صنايعي لازم يجي على الصنايعي اللي قبله، حتى لو عملت أي حاجة في شقتك في أي حاجة لازم يقطع في اللي قبله يقول لك مين اللي عمل ده. إحنا احترمنا ده وكنا شايفين ان ده عامل نجاح جامد. انتوا كملتوا انتوا كملتوا عليه لكن ما لغيتوش اللي قبله. لا ما كانش ينفع لانه اصلا في علم الكتابه كان في فورمات محطوط. احنا كان اخرنا نطور، وكان كمان انا كنت سني اصغر يعني كنت 23 سنه، فهم كانوا عايزين حد صغير يشوفوا الشباب بتفكر ازاي. وكمان لو ينفع اقول ان الثلاث ممثلين ما كانوش بيعترضوا على اي حاجه. يعني كانوا هم اكتر ناس بتضحك في مصر، وانا ممكن اكتب له افيه وانا عندي 23 سنه وهو ما عندوش مشكله. ولما يجي يغير كان يستاذننا في مين رسمي. يعني دي برضو لو الناس بتقول ان البلد ما فيهاش فن او حاجه، لا لسه في ناس فنانين ولسه في ناس. يعني الراجل كان بيبعت لنا ميل فنانين حقيقيين، يبعت لنا ميل يقول لك انا بس استاذن غير لي السيجمنت ده انا مش عايز اعمله. اوكي. فالفرنجه دي كانت من اكتر الحاجات اللي هي فرقت معايا جدا في المشوار. يعني طب ازاي بقى، يعني احنا دي النقطه اللي طول الوقت في شباب حكايه بحاول اوصل لها يا بنوب، انه بيبقى عندنا صعوبات في حياتنا طول الوقت من اول يوم بنقرر اننا عايزين نعمل حاجه لغايه لما بنوصل اللي احنا عايزينه. أوكي. حلمك والحاجات اللي قابلتك والاحباطات اللي قابلتك والناس اللي بتحاول ترجعك لورا، عملت فيهم ايه علشان توصل اللي انت عايزه؟ بصي في الاول عشان برضو تو بي فير، ان انا في الاول كنت بتاثر قوي. يعني كان في مجموعه ما بتعملش اي حاجه ان هي بتتريق، بس انا كان عندي هدف ان المجموعه اللي بتتريق دي هتبقى اول ناس بتقرا لي. وده حصل دلوقتي ان هم يعني حتى لو ما بيعملوش ده في العلن بس ممكن يبعتوا مسجات او في المقابلات الشخصيه هم يقولوا ان انا كنت زمان شايفك في حاجه ودلوقتي في حاجه. الجزء الثاني والاهم انه الصعوبات دي ما هي يعني الا حاجه بتخليك انت بتسال نفسك اللي انت بتعمله ده حقيقي ولا هو كانت كدبه. ما يعني انا بقى من ناس كتير يقول لي انا بكتب، فبكتب بساله كتبت ايه يقول لي مثلا بكتب على الفيسبوك، وبعدين هتقعد طول عمرك تكتب على الفيسبوك؟ فلازم تاخد خطوات. والصعوبات الاكتر اللي بتحصل لما بنصطدم بالسوق. انت بتكتب ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي مقال كل اسبوع، وبعمل اعلانات، وبعمل كتابي التاني. كتابك التاني عن ايه؟ كتابي التاني اسمه فيك بوك. فيك بوك. فيك. ده كتاب يعني قايم على فكره انه بدل الفيسبوك خلينا فيك بوك. مقسوم صفحتين، الصفحة اللي على الشمال البوست مكتوب عادي، الصفحة اللي على اليمين اللي خلاني أكتب البوست ده. كل كتاب هيتوزع معاه قلم عشان تعملي أربع حاجات، تعملي لايك بإيدك أو تكتبي كومنت أو تعملي شير إن أنت تدي الكتاب لحد، يبقى شير حقيقي مش الشير بتاع الفيسبوك. والحاجة الرابعة اللي هي كل بوست بيناقش موضوع أو محور معين، كل الحاجات اللي انا مريت بيها في حياتي. يعني ممكن تلاقي حاجه ليها علاقه بالكذب، وحاجه ليها علاقه بالحب، وحاجه ليها علاقه بالكوره، وحاجه ليها علاقه بالكبرياء، وحاجه يعني البوست اللي هو كانك قاعده على الفيسبوك. بس انا كان كل هدفي انه الموضوع ده ما يبقاش موقع افتراضي، يبقى ورق في ايدينا ونوزع الكتاب على بعض. فده الكتاب الجديد اللي احنا طب انا لازم اختم معاك حالا، بس قول لي كده في اقل من نص دقيقه عايز تعمل ايه بكره وبعده؟ ما بطلش كتابه يعني، ما يعني مش بكره وبعده بس، هو لحد ما اموت ما بطلش كتابه، افضل بكتب طول الوقت. دي اهم حاجه، دي اهم. وعيالي يطلعوا يكونوا مبسوطين ان كان عندهم اب عمل حاجه بس في الشغلانه. يعني ان شاء الله. أبنوب مرجان كاتب ومؤلف، بشكرك انك كنت موجود معايا النهارده. انت فعلا نموذج ايجابي جدا لشباب كتير جدا جدا نفسهم يعملوا حاجه. نتمنى يبقى وجودك معانا النهارده اداهم دفعه، نتمنى وجودك يبقى اداهم طاقه ايجابيه. وان شاء الله نقابلك المره الجايه تبقى خلصت كتابك ويبقى معاك كمان حاجات اكتر واكتر، وتكلمنا كمان اكتر عن جوائزك. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا يا جدا. انا اللي مبسوط. شكرا. انا كنت معاكم النهارده في شباب حكايه، وبنبقى معاكم كل يوم حد من الساعه 6 للساعه 7 على الهواء مباشره. البرنامج بيبقى دايما معانا لايف على صفحتنا، صفحه القناه سي تي في شانل على الفيسبوك. كمان الحلقه بتنزل على صفحه البرنامج شباب حكايه كمان على الفيسبوك. شوفكم الحلقه اللي جايه، موضوع جديد وكلام جديد وحكاوي كتير عن شباب كتير وشباب حكايه يوم الاحد اللي جاي.